النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا، والتي تشير إلى بدء تكاثر كميات كبيرة من السحب في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب والغيوم هي مرافقة لاندفاع هواء بارد قادم من جنوب شرق القارة الأوروبية، يؤدي إلى تشكل منخفض جوي تقريبا في حوض جزيرة قبرص، وهو مترافق مع جبهة هوائية باردة يتوقع أن تعبر المملكة اعتبارا من ساعة صباح يوم غد الأحد. بشكل عام، هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يكون مصنف بأنه من الدرجة الثانية، ويتوقع أن يكون يعني من الدرجة الاعتيادية، يجلب معه كميات من الأمطار ما بين 15 إلى 30 مليمتر، سرعة الرياح تتراوح بين 30 إلى 50 كيلومتر بالساعة. يشمل تأثير هذا المنخفض شمال ووسط وشرق المملكة بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية، ويمتد فترة تأثير من تقريبا ساعات صباح يوم الأحد أو فجر يوم الأحد، ويمتد حتى ساعات ما بعد ظهر يوم الاثنين تقريبا 30 ساعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 13 إلى 18 درجة مئوية. دعونا نتعرف الآن على يعني تقريبا تفاصيل هذا المنخفض الجوي وتوقعات النمذجة الحاسوبية. إذن مع ساعات مساء اليوم السبت، يتوقع أن تتطور حالة من عدم الاستقرار الجوي قبيل دخول هذا المنخفض الجوي، وبالتالي هناك فرصة لأن تشهد بعض المناطق العشوائية من المملكة مع ساعات هذه الليلة زخات من الأمطار، ربما تكون رعدية في بعض الأنحاء، وربما تتركز أكثر في المناطق البادية الشرقية والجنوبية من المملكة. أما في ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم الأحد، فيتوقع تتقدم جبهة هوائية باردة مرفقة بهطولات مطرية بمشيئة الله تعالى، ومع دخولنا يعني في ساعات النهار يوم الأحد غدا، يتوقع أن تعبر هذه الجبهة كما تلاحظ أن تكون على الأراضي الفلسطينية، تصبح فوق المملكة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، جالبة معها انخفاضا واضحا وملموسا على درجات الحرارة، وهطولا للأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية. بعض من هذه الأمطار في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة دون عن غيرها تكون مسحوبة يعني حدوث الرعد وهطول غزير للأمطار، وهذا طبعا مرد إلى أننا ما زلنا في فصل الخريف، وهناك درجات حرارة مرتفعة على سطح الأرض يلاقيها وجود هواء بارد يدخل على المنطقة. هذا يعمل على زيادة عدم الاستقرارية في الأجواء وهطول بعض الزخات الغزيرة من الأمطار في بعض الأنحاء، وبالتالي الحذر واجب من عدم التواجد في مناطق يعني المنحدرات أو مناطق تجمع المياه أو المناطق المنخفضة خشية حدوث السيول المفاجئة. تبقى فرص الأمطار واردة بشكل عام خلال ساعات نهار يوم الأحد، لكن ما بين الحين والآخر وعلى شكل زخات سواء في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، وتستمر فرص الأمطار معنا حتى ساعات نهار يوم الاثنين، ولكن بشكل أضعف بكثير مما سيكون عليه الحال مع ساعات صباح يوم الأحد. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، يتوقع أن تتزايد فرص هطول زخات عشوائية من الأمطار في بعض المناطق، ربما تصحب بالبرق والرعد في بعض الأجزاء. درجة حرارة صورة هذه الليلة 13 درجة مئوية، والرطوبة النسبية ترتفع إلى 82%، ولا يتوقع أن تكون الأمطار هذه الليلة منتظمة، إنما تكون على شكل زخات عشوائية. غدا صباحا يتوقع انتظام الأمطار مع عبور الجبهة الهوائية الباردة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا والأحوال الجوية المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد من 18 إلى 11، في عجدوم من 15 إلى 11، وفي جرش من 19 إلى 11، أما في المفرق من 20 إلى 9 درجات مئوية، مع فرص للأمطار بمشيئة الله تعالى بين الحين والآخر خلال ساعات النهار. بالنسبة للعاصمة عمان من 16 إلى 11، في السلط من 17 إلى 12، في الزرقاء من 20 إلى 10، في مادبة من 17 إلى 10، وفي البحر الميت من 23 إلى 17 درجة مئوية. وجميع هذه المناطق إن شاء الله يتوقع أن تشهد بعض من الزخات من الأمطار. نعيد وأن نكرر أن بعض المناطق محلية بنطاقات جغرافية ضيقة ربما تشهد زخات غزيرة من الأمطار لبعض الفترات، وبالتالي وجب الانتباه من جريان الأودية والشعاب.
المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك من 14 إلى 8، في الطفيلة من 15 إلى 9، في معان من 17 إلى 5، وفي جبال الشراء من 15 إلى 7، وفي خليج العقبة من 26 درجة مئوية درجة حرارة عظمى نهارا، فيه تنخفض الصورة إلى 15 درجة مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لأن تشهد هذه المناطق جميعها زخات من الأمطار، سيما المناطق الغربية من المرتفعات الجبلية الجنوبية من المملكة. إلى المناطق الشرقية التي توقع أيضا تشهد بعض من الزخات من الأمطار سواء هذه الليلة أو نهار يوم غدا، تكون في رويشد من 21 إلى 9، في الصفاوي من 20 إلى 8، أما في الأزرق من 21 إلى 9 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن يوم الأحد من 16 إلى 11 تبقى بعض فرص الأمطار موجودة يوم الاثنين بشكل محلي وعشوائي، تكون درجة حرارة العظمى من 16 إلى 10 درجات مئوية. درجات حرارة عموما سواء يومي الأحد أو الاثنين هي دون المعدلات مثل هذا الوقت من العام، ومائل الطقس للبرودة بشكل لافت سيما في ساعات الليل. هناك ضباب خفيف متوقع ليلة الاثنين على الثلاثاء. استقرار تدريجي متوقع على الأجواء اعتبارا من يوم الثلاثاء، تصل العظمى بين 17 إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى 12 درجة مئوية مع تراجع واضح في فرص الأمطار اعتبارا من يوم الثلاثاء. بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية التي تتأثر بها المملكة، الانتباه من مخاطر التواجد في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة جراء خشية تشكل ما يسمى بالسيول المفاجئة. بالرغم أن الحالة الجوية هي عبارة عن منخفض جوي، ولكن هناك عدم استقرارية متوقعة في الأجواء إبان عبور الجبهة الهوائية الباردة صباح يوم غد. أيضا انتباه أثناء القدم بسبب الضباب في طرق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض. وأخيرا الانتباه من التغير الكبير المتوقع على درجات الحرارة ما بين يومي الجمعة والسبت وما كان سائدا في الأجواء، وما بين الأحد والاثنين وانخفاض درجات الحرارة المتوقعة بمشيئة الله تعالى. المزيد من التفاصيل عن الأحوال الجوية متوقعة هذا الأسبوع لديكم التفاصيل عبر النشرة الجوية الأسبوعية في فيديو منفصل. طبعا هذا كان كل ما بيننا بشأن الأحوال يعني الجوية الخاصة بمنخفض والأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. للمزيد تابعونا عبر تطبيق طقس العرب أو عبر الموقع الإلكتروني arabiaweather.com أو حتى عبر متابعتكم لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.